يقول السائل: قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل معنى هذا أن مؤاخذون بنية المعصية في هذا المكان، وأن المعصية في بيت الله الحرام أشد من غيره؟ نعم، هو كذلك المعصية في الحرم، أشد من المعصية خارج الحرم، ويؤاخذ على النية، إذا نوى المعصية يؤاخذ عليها. ومن يرد، هذه النية يرد يعني ينوي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا نوى المعصية فإنه يعذبه الله العذاب الأليم، حتى ولو كان ما هو في الحرم، لو نوى إنه يروح المكة من أجل يؤذي الحجاج ويؤذي المسلمين ويضايقهم، فإنه يعذب وهو في بلاده على نيته، نسأل الله العافية. فكيف إذا كان في الحرم؟ المسلم يحسن النية ويصلح النية ولا ينوي السوء ولا ينوي الشر بالمسلمين وبحرم الله عز وجل. نعم.